بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم معانا في كورس الفوتوشوب المجاني معتمد من نقابه المهندسين ونقابه التطبيقيين وشركه كرييتيف جروب. معاكم منى درويش من شركه كرييتيف جروب، ودي المحاضره 17 من الكورس اللي هنتكلم فيها ان شاء الله باذن الله عن الجي اي اف. ايه جي اي اف ده؟ جي اي اف ده صوره متحركه، يعني هي عباره عن مجموعه لقطات ورا بعض بتتعرض ورا بعض تحسسني ان الصوره دي بتتحرك. لكن هل هي فيديو؟ لا، هي لا هي فيديو ولا هي ايه ولا هي صوره. طيب بتشتغل ازاي؟ لو انا جيت دلوقتي فتحت كده انترناشونال بيبر وجيت تعالوا نفهم كده الموضوع الاول بتاع الانيميشن بشكل عام. هو احنا برامج الانيميشن بنعمل ايه؟ نيجي مثلا بنقول للبرنامج انا عندي مثلا سي كوره كانت هنا، تمام؟ الكرة دي هتتحرك من هنا تروح فين؟ هنا. فانا باجي هنا اقول له ايه اللقطه في الانيميشن اسمها فريم، يعني ترجمه كلمه فريم يعني لقطه، خلاص؟ كم لقطه في الثانيه هو ده سرعه الفيديو، تمام؟ طيب فانا باجي اقول له بص الفريم الاولاني او اللقطه الاولانيه مثلا برامج الفلاش مثلا الحاجه بتاعت الانيميشن، ها بقول له ده الكي فريم الاولاني. يعني ايه كي فريم بقى؟ يعني مفتاح الحركه، ده اول كي فريم، ها وده اخر كي فريم. يبقى انا حددت اول حاجه في الحركه واخر حاجه. واجي اقول له ايه بقى؟ شايف اللي ما بينهم؟ اعمل لي ما بينهم حاجه اسمها توين. يعني ايه توين؟ يعني انت بقى خمن اللي حصل علشان نوصل من هنا لهنا. طب هو هيقول لي بصي انا شايف ان حصل اول حاجه بوزيشن، ان هي اتحركت من هنا لهنا، فهيبتدي يقول لك طب خلاص يبقى اكيد في دايره كده ودايره كده ودايره، هيبتدي ايه يخمن الايه الحركات اللي في النص ويحط لقطات. تاني حاجه الدايره دي انا شايفها صغيره والدايره دي اكبر، يبقى حصل سكيل، يبقى هيقول لي الدايره وهي بتتحرك هتبتدي ايه تكبر، خلاص. يبقى هو كده خمن اللقطات الايه اللي في النص. طيب انا علشان اجي اعمل فيديو او اجي اعمل صوره جي اي اف في الحالتين بنبتدي ازاي؟ بنبتدي بان احنا نعمل التصميم، خلص التصميم بتاعك كله وتاكد ان التصميم بتاعك شكله حلو، وتعالى اعمل ايه حركه بقى بعد كده زي ما انت عايز. طيب تعالوا كده احنا ايه نبتدي نعمل التصميم بتاعنا. لو انا جيت كده عملت كروب للتصميم ده كده واعتبرت ان ده هيكون مثلا وليكن بانر في موقع، انا كده هعمل بانر ايه في ويب سايت. ما هو احنا تملي لما بنعمل الجي اي اف بنعمله عشان نعرضه في الويب، ها بنعرضه بقى زي الصور اللي بتعرض على الفيسبوك، حاجه مثلا متحركه في ويب سايت وهكذا. طيب ده بانر مثلا في ويب سايت، خلص التصميم بتاعك بقى كله كده. يلا تعالى مثلا نقول له فايل بليس لاي صوره، تكون مثلا احنا نعمل صوره جي اي اف لموقع مثلا عن السياحه في مصر، فهاجي مثلا اروح قايله له ايه هات الصوره بتاعت ابو الهول دي وكبرها كده ماشي، وهاتولي ايه حطه تمام، وتعالى هنا اكتب كلمه مثلا حاجه كده لون من الوان التصميم ونقول له اوكي، تمام. تصميم بسيط جدا اهو، ممكن نكتب مثلا كلمه تانية تحت كده نكتب ويلكم بقى كده، صغيره طيب
تمام. تعالى بقى ايه، امسك الاثنين كده ونزلهم تحت شويه. خلصنا التصميم بتاعنا، التصميم بسيط جدا اهو. يلا عايزه احرك التصميم ده. قبل ما ابتدي احرك التصميم ده لازم يبقى عندي تخيل انا عايزه احركه ازاي، يعني انا نفسي ده يتحرك ازاي او ايه المشهد اللي يحصل. فانا مثلا التخيل بتاعي ان والله دي تبقى فوق كده، سوري الصوره نفسها تبقى فوق كده خلاص، ويبقى الاوباستي بتاعتها زيرو، تبتدي تنزل لتحت لحد ما تظهر كده، بعدين كلمة سفنكس تظهر حرف حرف، ويلكم تو ايجيبت تطلع من تحت كده. انا دي الحركة اللي انا عايز اعملها. طيب لازم بقى اوضب الدنيا للحركة دي. اوضب الدنيا ازاي؟ دلوقتي كلمة سفنكس دي عشان تظهر حرف حرف لازم كل حرف فيها يبقى في لير. طيب يبقى انا محتاجة هي كام لير؟ هي كام حرف؟ 1 2 3 4 5 6، 6 حروف اهو. طيب يبقى انا محتاجة 6 لير فيهم كلمة سفنكس، وامسح من كل لير كل الحروف الا حرف واحد. عشان اعمل كده لازم اجي على تايب ده وما اخليهاش تكست لير، اجي اعمل رايت كليك كده واقول له ايه راسترايز تايب كده. انا خليته كانها لير عاديه جدا، كانها صوره مش تكست، تمام. ما اقدرش اديت عليه حتى. يلا بقى خد منه 5 كوبي. اخد منه 5 كوبي ازاي؟ ها دوس كده كنترول جي، 1 2 3 4 5 كده بقى عندي 6 لايرز اهو. يلا اخفي دول كده واقف على اللاير الاولاني، امسك كل الحروف دلتهم. وبعدين انزل اللاير اللي بعدها واخفي دي واقف على اللاير اللي فوق، دلت كل الحروف ما عدا مين. اخر حرف خالص اللي هو الايه، الاكس. تمام كده انا بقى عندي كل لير فيها ايه، فيها حرف. خلاص كده انا خلصت، ده الحاجه الوحيده اللي مش كنتش عارفه احركها. لازم احط في اعتباري حاجه بقى، الجي اي اف في الفوتوشوب او برنامج الفوتوشوب بشكل عام، هو مش برنامج صور جي اي اف ولا برنامج فيديو ولا برنامج 3D، ده مش تخصصه. هو بيديك زي انترودكشن عن الحاجه بحيث ان انت لو حبيتها تبتدي تخش في المجال. فبالتالي هو الجي اي اف هنا في الفوتوشوب تعبان شويه، يعني ما بيقراش كل الحركه. اللي احنا كنا بنقوله من شويه بتاع الدايره اتحركت وكبرت، هو يقرا لها حركه بس مش يقرا لها سكيل. ليه؟ لان هو ليه 3 بارامترز مالهمش رابع، هو ده اللي بيقراه، بيقرا بوزيشن واوباسيتي وافكت. الافكت اللي هو المقصود بيه اللير ستايل، يعني انا عامله مثلا لحاجه بيفل مثلا ولا بتاع، ممكن ان هو يقرا لها الايه البيفل ده، اذروايز هو ما بيقراش الكلام ده خالص. طيب يلا بقى نبتدي نحرك الايه الدنيا دي. عشان احركه لازم افتح حاجه تحت اسمها تايم لاين. يلا الوقت بقى بتاعي اجي افتحه منين؟ قلنا اي بانل في البرنامج بنفتحها منين؟ من قائمه ويندو. اجي هنا افتح تايم لاين، هو بيقول لي هنا في التايم لاين ايه، عايزه تعملي فيديو كرييت فيديو تايم لاين ولا كرييت فريم انيميشن. فانا هقول له لا انا هعمل فريم انيميشن، انا مش هعمل فيديو دلوقتي، انا هعمل صوره جي اي اف. بعد ما اخترت فريم انيميشن يلا دوس بقى على فريم انيميشن دي. الصوره اللي هو جايبها تحت دي بيقول لي مكتوب عليها 1 كده، الوان دي معناها انه بيقول لي ايه دي اللقطه الاولى. ها نفسك اول لقطه يبقى فيها ايه؟ فانا هقول له والله انا كان نفسي اولا الكلمه بتاعت ويلكم تو ايجيبت دي انا عايزاها تنزل لتحت كده، وادوس شيفت وانا بنزلها عشان تنزل ايه خط مستقيم، ودول انا مش عايزاهم اصلا يبقوا ظاهرين. الصوره دي انا عايزاها تطلع لفوق وانا بطلعها دوس شيفت برضه عشان تطلع في خط مستقيم،
ونفسي الاوباسيتي بتاعتها تبقى زيرو. تمام كده؟ خلاص كده انا خلصت اول لقطه. حاجه اقول له طيب اللقطه الثانيه كان نفسي ان الصوره دي الاوباسيتي بتاعتها تبقى 100 وتنزل لتحت. دي اللقطه الايه الثانيه. اللقطه الثالثه القصه تظهر وبعدين البي الاتش كده ظهرت كلمه سفينكس كلها. اخر لقطه خالص ان انا نفسي كلمه ويلكم تو ايجيبت دي تطلع لايه تطلع لفوق وانا بطلعها دوس شيفت واجيبها ايه حد هنا. كده انا خلصت. تعال نقول له بلاي ونشوف المشاكل اللي حصلت عشان نبتدي ايه نحلها. لو انا جيت دلوقتي قلت له بلاي من هنا المشاكل اللي حصلت ايه؟ اولا انا ما شفتش الصوره وهي بتتحرك، ما شفتش كلمه ويلكم تو ايجيبت وهي بتتحرك، كلمه سفينكس ايه طلعت. طيب المشكله كمان في السرعه. ليه؟ بص هو كاتب لك تحت ايه ان كل لقطه من دول قعدت 0 سكند، يعني طلعت وما قعدتش. فانا هقول له لا بص هدوس على اول واحده كده شفت اخر واحده علشان ايه اعمل عليهم كلهم سيلكشن، واجي عند التايم ده واقول له اقعد جزء بس من الثانيه 0.2 سكند بس جزء من الثانيه. كده لما اقول له بلاي الدنيا بقت ايه بقت ابطا شويه. طيب الفكره بقى في ايه؟ فاكرين لما قلنا الدايره احنا حطينا له الكي فريم الاولاني والكي فريم الاخراني وعايزينه يعمل توين؟ طيب دلوقتي انا محتاجه اعمل توين ما بين الفريم الاولاني والتاني عشان الصوره، وتوين ما بين الفريم اللي قبل الاخير والاخير عشان كلمه ويلكم تو ايجيبت. تعالوا بس نشوف الصوره الاول. يلا انا هقف على اي فريم من الاثنين مش هيفرق، والايكون اللي جنب نيو فريم دي هي دي اللي بتعمل لي ايه نيو توين اي توينز انيميشن فريم. يلا اول ما هدوس عليها هتطلع لي الويندو دي. ايه الويندو دي بقى؟ بيقول لي انت عايزه تعملي توين مع النكست فريم ولا البريفيوس. انا دلوقتي واقفه على تاني واحد يبقى انا عايزه مع البريفيوس اللي قبليه، يبقى انا هقول له هنا ايه لا البريفيوس. بيقول لي اضيف لك كام فريم في النص. دلوقتي احنا لما بنيجي نعمل فيديو بيهمني فيه السرعه، يعني بيهمني ان ما حدش يلاحظ ان دي مجموعه لقطات ورا بعض، فبعمل من 24 ل 30 فريم بير سكند على حسب بقى انظمه البث والكلام ده نتكلم فيه بالتفصيل لما نيجي للفيديو. انما في الجي اي اف المفروض ان الصوره دي تكون خفيفه وعدد اللقطات فيها مش كتير، وحتى لو حد لاحظ ان في حركه مش طبيعيه ده مش مشكله. ليه؟ لان هي في الاول وفي الاخر صوره مش فيديو. فمن 5 ل 7 انا عندي اهي لقطه والثانيه واحط ما بينهم هما الاثنين 5 كده 7 يبقى كده ماكسيمم. خلاص مش عايزه احط اكتر من كده عشان الصوره ما تتقلش. بيقول لي اول لايرز ولا سيلكتد لاير؟ يعني ايه بقى؟ دلوقتي انا حركت الصوره من تحت لفوق، في لايرز كتيره اصلا بتتحرك؟ لا مش لايرز كتير، هو لاير واحده اللي اتحركت. يبقى يعني ايه سيلكتد لاير؟ يعني اللاير اللي انا واقف عليها هنا. اللاير اللي انا واقف عليها هنا اسمها ويلكم تو ايجيبت، انا اصلا بتعامل مع الصوره دلوقتي، يبقى انا محتاجه ويلكم تو ايجيبت ولا الصوره اللي انا واقف عليها؟ الصوره واقف عليها، وانا كده كده كل اللايرز اللي بين الاثنين فريم دول عايزاهم، يبقى انا دلوقتي هقول له اول لايرز. بعد كده بيقول لي البارامترز اللي انت عايزاها اخدها في الاعتبار، بوزيشن واوباسيتي وافكت. انا عامله بوزيشن واوباسيتي، عامله افكتس لا. طب لو انا عامله تشيك على التشيك بوكس ده هيفرق معايا في حاجه؟ مش هيفرق معايا في حاجه، لان كده كده مش عامله افكت، فخلاص هسيب البارامترز كلها ايه معمول عليها تشيك واقول له يلا اوكي. اول ما قلت له اوكي هو ضاف لي دلوقتي 5 فريمز اهما بينهم. الحركه اللي حصلت للصوره دي حصلت في 7 فريم. لو انا جيت قلت له دلوقتي بلاي انا بدات اشوف حركه الايه الصوره. فاضل لي بقى ويلكم تو ايجيبت دي ان انا كمان اعملها ايه تتحرك. طيب هاجي هنا اقف على ايه على الفريم ده واجي اقول له ايه يلا اعمل لي توين مع البريفيوس او مع البريفيوس اول لايرز 5 وكل حاجه اوكي. تعالى بقى دلوقتي كده اقول له بلاي تمام كده هو بيتحرك. طيب ايه بقى المشكله؟ المشكله لما اجي احط البانر ده في الويب سايت انا مش عايزاه يتحرك مره واحده كده ويقف، وتملي بيتحرك مره
وبعدين يقف مثلا ثانيتين ثلاثه وبعد كده يتحرك تاني وهكذا. فانا عشان يقف ثانيتين ثلاثه حاجه عند اخر فريم اقول لها انتي اقعدي 5 ثواني مثلا او ثانيتين كفايه. وانس دي هي اللي معناها ان هو اتحرك مره واحده. لو انا جيت فتحتها كده هيقول لي عايزاها مره واحده ولا ثلاثه ولا فوريفر؟ طب انا عايزاهم 5. خلاص ما انت عندك اذر بقى، اختاري هنا اكتبي 5 وقولي له اوكي. كده بقى لما انا اقول له بلاي هو هيتحرك اول مره ويقف ثانيتين الاول، بعد كده يرجع يتحرك تاني وهكذا. جميل جدا. طب انا دلوقتي سايب الصوره دي ازاي بقى؟ انا عايزه اشوف الصوره دي اسيبها. احنا اتفقنا ان احنا تملي لما بنعمل الصور دي بنعملها عشان نعرضها في الويب. يبقى انا علشان اسيب الصوره دي هسيبها سيف فور ويب. اقول له فايل سيف فور ويب. الفيرجنز اللي قبل 2015 كلها كان سيف فور ويب موجوده هنا في قائمه فايل. دلوقتي في 2015 موجوده جوه اكسبورت، من فايل اكسبورت ها على سيف فور ايه؟ سيف فور ويب. ماشي. هو هنا على طول قرا ان هي جي اي اف لانها متحركه فكتب لي جي اي اف. لو انا قلت له جي بي جي او بي ان جي او اي حاجه من الحاجات التانية دي هتجيلي لقطه واحده من ايه منهم اللي انا واقفه عليه. فانا هقول له لا انا عايزاها جي اي اف يلا، واقول له يلا سيف. هيقول لي عايزه تسيفيها فين؟ اقول له اسيفها ايه الفوتوشوب كورس هنا، ممكن اسميها ايه ويلكم تو بيقول لي عايزاها images only ولا image html ولا html only. احنا مش عارف نكتب كود صح، احنا مش بتوع ويب، فاحنا هنقول له لا image only ونقول له ايه يلا سيب. كده انا سيفت الايه الصوره. لما اجي افتحها بقى عشان اتفرج عليها هلاقيها فين؟ ويلكم تو ايجيبت اهي. لو انا فتحتها كده هتلاقيها بتشتغل مع ايه؟ مع براوزر. هي تملي مش هتشتغل غير مع ايه؟ مع براوزر. اهي هتشتغل 5 مرات وتقف. دي المره الثالثه الرابعه والخامسه. تمام. لو انت قلت له بقى فوريفر خلاص هتفضل تشتغل على طول، هي كده خلاص هتقف مش هتشتغل تاني. طيب تمام. في بقى منطق تاني في موضوع الصور الجي اي اف اللي ممكن تطلع من الفوتوشوب، وهو موضوع السيكونس. يعني انا لو جيت فتحت صوره زي كده مثلا، الصوره دي فيها سيكونس. الراجل ده ايه حركه المشيه بتاعته موجوده ايه سيكونس كده. لو انا خدت كل واحد من دول حطيته في فريم هيتحرك معايا سيكونس. تعالوا نعملها. لو انا جيت دلوقتي فتحت الفوتوشوب وجيت قلت له خلاص اقفل دي بقى كده مش عايزه اسيب، شكرا، فايل اوبن، واروح افتح الصوره لايه دي. تمام كده. الراجل ده كام لقطه منه؟ 9 صح؟ 4 1 و4 كده 9. يبقى انا محتاجه ادي عندي لير محتاجه منها كام كوبي؟ 8 تانيين. يبقى ادوس كنترول جي 8 مرات 1 2 3 4 5 6 7. تمام. طيب دلوقتي انا محتاجه بقى كل واحد من دول يبقى في لير لوحده. اولا انا هفك اللير دي عشان اعرف اتلت منها. تمام. انا بقف على اللير دي كده وهات اللاسو تول واعمل سيلكشن على الراجل اللي انت عايزه يفضل موجود. تمام كده. يلا سيلكت انفرس عشان اقلب السيلكشن خلاص، واقول له اديت فيل ايه باللون ده، اللون بتاع الباك جراوند ده. هو ليه ما روحوش؟ عشان اللايرز اللي فوق. تمام كده. كنترول دي اهو، وافضل اعمل كده في لاير لاير. ولما ابتدي اعمل بقى كل فريم اظهرها يبان لي ان الراجل ده كانه ايه، كانه بيمشي من اول من اول الصوره لحد ايه اخر. ده كده الجي اي اف في الفوتوشوب.
ما بيعملش اكتر من كده. في برامج متخصصه اكتر من كده في الجي اي اف، ممكن تعمل حاجات اقوى من كده. في برامج بتستقبل الفيديو وتقدر ان انت تسيف الفيديو ده از صوره جي اي اف، انما الفوتوشوب ده اخره في الايه، في الجي اي اف. تابعونا في المحاضرات الجايه عشان نتكلم بقى بعد كده عن الفيديو ونشوف التفاصيل بتاعه الفيديو اللي موجوده جوه الفوتوشوب. تابعونا.